الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم في انتخابات تشريعية مفاجئة أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولعدة أسباب أهمها فوز حزب التجمع الوطني بانتخابات البرلمان الأوروبي، ما يضع الرئيس الفرنسي في تحدي سياسي كبير خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته الثانية والأخيرة. سأشارك في الانتخابات العامة وسأصوت لصالح منع تقدم اليمين المتطرف ووصوله إلى الحكم، وهي محاولة لمنع أفكاره المخزية التي تمثل عوائق كثيرة لبلدنا، وأدعو كل الناخبين الفرنسيين للتواجد والمشاركة. وماكرون شارك بصورة كبيرة في زيادة شعبية اليمين المتطرف، نستطيع القول أن سياسته أدت إلى ذلك، ومثالاً لهذا التعنت والتفرد بالسلطة هو قرار إرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا. مثل هذا القرار يمكن أن يعرض فرنسا وديمقراطيتنا للخطر. أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة إيلاب تناقص فرص أحزاب الوسط المتحالفة مع الرئيس ماكرون وسط صراع بين تحالف أحزاب اليمين وتحالف الجبهة الشعبية اليسارية في انتخابات وصفها إعلام فرنسي بالمصيرية، الأمر الذي جعل ملفات القدرة الشرائية وأسعار الطاقة والأمن والصحة والتعليم تتصدر عمل ودعاية الكتل السياسية والأحزاب. من وجهة نظري هناك أسباب عدة أوصلت البلاد إلى ما هي فيه، منها انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وبصفة خاصة أسعار الطاقة. أرى أن المتسبب في هذه المعاناة هو النظام الليبرالي الذي يعمل لصالح رؤساء قطاع الأعمال بفرنسا بطبيعة الحال. وسط توقعات بإقبال غير مسبوق على انتخابات البرلمان الفرنسي، أعلنت وزارة الداخلية أن أعداداً كبيرة من الفرنسيين الذين ستمنعهم ظروفهم من المشاركة قاموا بعمل توكيلات فقد جميع التوقعات وزادت عن المرات السابقة، ما جعل الوزارة تستعد بإجراءات أمنية مشددة بحسب بيان الوزارة. ويبقى قصر ماتينيون قصر رئاسة الوزراء على موعد مع ساكن جديد سوف يتم تسميته بعد انتهاء الجولة الثانية في 7 يوليو، انتخابات استثنائية تضع الناخب الفرنسي أمام موقف وجود واختيار صعب، إما التغيير وإما الإبقاء على قيم الجمهورية. من مرسيليا خالد شقير، هنا القاهرة عاصمة الخبر.